وصلنا لاخر فقره بحلقتنا وهي البيست اوف بعد 40 حلقه بالموسم الثاني من الاخر. كان فيها كثير كات عيد بيير كات عيد بيير. الكات عيد بيير ما طلعوا على الهواء بس رح يطلعوا هلا، مثل ما انا كمان عدت كذا شغله، كمان صار في معنا مواقف كانت بتضحك، اوقات ما كنا عاملين حساب، جيست وقعت فيه الكرسي انكسرت فيه الكرسي، جيستات ثانيه تفركشوا هن وطالعين، اوقات طلعوا لنا قصص او قالوا قصص ما كنا متوقعينها. نحن جمعنا لكم كل هول المواقف ببلوبر للسنه للسيزون 2، منتابعه سوا. خرج من اكثر من 15 سنه. لا شو بيبو؟ ولأن كانوا أخطأنا بال 2011 على أمل بال 2012 يوقفوا يسجلون. رولا كعدة من الآخر. هاي وحدة هلا لسنة جديدة. عشو؟ عشو؟ على أمي، على نانسي. على نانسي؟ رجعنا على أنت بضعت، وأنا هلا راسي مش هونيكي. عم نشتغل على هذا الموضوع، هذا اللي خلاني غني كمان. يلا بتمنى لك كل الخير. شو بك مربوط لسانك؟ يعني انت شو؟ انا بحس حالي بيزك انستنكت، لو بتزبطي قعدتك شوي بكون ممنونك. لا بتشيل عيونك حبيبي. ايوه. بس جربوا خدوا القنينة جايز. اوكي اوكي اوكي. اوف. بعد. اسم الله فيها. إن شاء الله كل الأشخاص اللي عم بيحضرونا بركة بيرجعوا بيعيدوا النظر بالطريقة يلي بعبروا فيها، إن كانوا عن مشاكل أو عن المشاعر تبعهم بتنقية الكلمات يلي أكتر شيء معقول تأثر بالشخص أو تأثر بالشخص الآخر وتأثر نوعا ما بكلمته لإله. وشو قلت؟ ما قلت طعم اللي قلته. ميرد باتريك. حلو، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. من الاخير، من بدايه الحلقه وبدايه التصوير انت كنت موجود معنا بالاستوديو، ولاحظت انه كل جيست ما كان عم بيقرب الكرسي. بدنا نطلب منك تقرب الكرسي. كنا ناطرين نقول له كيف تعمل حتى ما ترش شامباين. ما ترش؟ إيه؟ ما خلص، مجرد خضيتها بدك ترش. واذا لا، اذا ما بدنا نرش بتضلك حتى وتنطرها تيرجعوا للسي او 2 ويرجعوا للليكويد. شكرا نانسي، نحن رح نتوقف. نزلوا دغري. انه عادي كانك عم تخد قنينة. لا توقف لا توقف، بريك صغير تروح لمحل بريك ونرجع. كلنا هم كده. Attends, je mets les jus de passion. Voilà. C'est bon. Rouda chou. Donne moi. Donne moi. Chardette. Chardette. Ah, mais donne moi. Là, tu rachètes. C'est très bon. شو كذابة. عالم تاني بتكتشفوه إذا أنتوا كنتوا سهرانين وما كنتوا واعيين. ولنوقف مع حكة لا لا، مش ما كنتوا واعيين. شو؟ إذا كنتوا سهرانين وكنتوا واعيين. إيه مزبوط. ليش بدك؟ ليش كل ما ليش هي كل ما بدي أطلع بدك تصل لي بوقتي؟ حدا بيطلب منك لحن مثلا بتقول له لا؟ إيه أو أكيد. ليه؟ بتعطي سبب أو بس هيك؟ لا شوفي، مع بالي هي العملية. ليه ما بعطي لحن؟ أول شيء من أول ما بلشت مش إفي. تفضل بلش. إيه من عندك؟ أوه طار، يعني صراحة أوه مش كثير ظابطة. في مثلا أشخاص رفضت لهم لحن؟ أوه حبيبي خبريني الاخر. بعده عم بغير نكته حبيبك. حبيبي شو قصتك؟
شو قصتك؟ حبيب خبري انا بهنيهم على الفكره. شو القصه؟ لا ما حدا يحكيني مان. حبيب خبري من الاخر انا بهنيهم على هالفكره وان شاء الله بتنجح. ثانك يو. كريستيان حجر كمان انا بهنيكم وان شاء الله عن جد تكونوا عم تفتحوا مجال شغل للنساء يعني اكثر. وما تكون بقى هيدي من شافة انه من ناحية انه رجال ونسوان اذا الكل قادرين يقدوا خشر جايز ولا حبيب سيدك يا سوري ما في اذا انت بتضحك انا بدي اسكت ليه كتار العالم يلي بعد ما لاحظوا انه بيروت بحاجة لخضر ومساحات خضراء وخاصة انه الحدائق العامة قليلة واكبر وحدة فيهم حرش بيروت يلي له عدة سنين مسكر. لهالسبب تم اطلاق مشروع جديد بهدف تحويل اسطح ولا شي ومنه يعني هي كنا مثل هيدا مثلا هي واحد هاي تاني نعم في صور اذا ما لك حط صور شو بكره روقوا انا شوف لا بس حكي ما هذا شوف عضو الذكري ما فيه لا عضلي ولا عظمي يعني أكيد. اللي بيخليه ينتصب هو الغاش اوف بلاد يعني دم لما بفوت لجوا تحت ضغط قوي واذا ما في ضغط دم ما في ضغط دم ما بيصير بيضل رخو لا عم بتضل هذا اجدد واحد اللي هو ال جي اكس قد ايه بعد الوقت يعني دكتور هيدا يعني دقينا فيه هلا مستعمل ولا شايلينه من مريض هذا بس هو بيكبس على بينفخ بيكبس جرب لك اياها لا ما بدي دخيلك انه هيدي لما بيكون واحد كله مركب منه هيدا بيصير الريموت بجيبة الست وكل له كود معين بيقول هلا اذا بتفوت على بين هيك تعمل اون او قاعدين كلكم تالار سوغومونيون ولا نقول مايكل جاكسون سوغومونيون لا اكيد اسمي تالار سوغومونيون ميكيلا جاكسون وفان لمايكل جاكسون يا لغيدة طلعية طلعية أقول شو بقى أقول شو بقى أوكي عدى هيك أقول شي عدى عدى عطسينك عطسينك راحي راحي روحي أنا ما عمل جميع أنا كتير بحب الحيوانات لأنه تربيت مع الحيوانات يعني أنا بنت يمكن بتشوفني بالمودلينج بس أنا بنت حرجية يعني معودة على الطبيعة على الحيوانات معودة على الطبيعة واضح أنا كتير بحب يعني بحب الحيوان أنا تربيت معه وتعلمت احترام الحياة والطبيعة منا بس إنه قصة بحب الحيوانات إنه هيك هي احترام الحياة أكتر ليه ما الشباب عم بيعووا فوق ما بدك شراعة هذا الموضوع حبيب بس بدك تضبط شوي شعرك من فوالا أوكي تاني مين؟ تاني مين؟ كرم عندك لماس؟ لا أنا فيل بالانتاحة ما تعتلي مع أنه كنت قاري كتير قصص أنه الحليب البودر يعني بزيت هيدا بس أكيد وين قريتها؟ لا أنه في كتير انترنت وهيك بيقولوا أنه نفس المواصفات أنه نفس المواصفات وهيك بس بعتقد بس نوصل على الاستحقاق فضل سألنا إذا بدنا نرد عن إحنا أو لا يا جايز شو قصتكم وحدة قلم كل عمره خمسة حيلا حدا بيحكي يلا دايما دايما سنك دايما يعني خلص هذي رابع مرة بتصير شو قصتكم لك يا خيب أنا مفل ما نكون ناطرين بدقيقة التفوت مظبوط يعني بدنا نكل حبيبي خبرين من الآخر أنت مع إنه تردع يا جماعة هالموضوع هلا عصرت اخر 30 ثانية لا عصرنا مثل الحكيمة شو عم ضبهم جايب غلبة خبير السات
برافو على حملة توعية، لأنه كتير إشياء. وهلأ حبيب واحد منهم، الصبايا كلهم أسئلتهم جاوبتها على شيء كانوا مفكرينه وطلع غلط. مو كسيتي بيان فكرة برافو لك. ما دام جاوبت الله جابك عن جد. انت مش معقول يا جورج، انت ما حدا منكم ما سمع الشيء وطلع غلط. لا انا صراحه لقيتها انه بغض النظر عن فكره انه اكيد مش رح شيل عيني تركب كاميرا، بس حلو حلو الفيلم. علي الشر عن قلبك يا جورج وعن عيني. فينا نشيلها هيدي بالاديتنج؟ فيك تشيل لسانك وتحط راديو وحتطلع جورج حلو. ايه مقرف وغريب واكيد هيدا نازع صحته اكيد، مدري شو بها معدته وزلعيمه وما بعرف شو. نعم هي تحصيل حاصل، بس بحس عم يعملها مشان المصاري. بس انا عندي سؤال، ما بيتسمم؟ سأل الحكيم دكتور حرب. جورج حرب زياد باستثناء صور زياد. زياد ما بعرف ليش قررت زياد، مين في عنا زياد؟ anyway جورج حرب طارق باستثناء صور اهالي المعتقلين يعني. شو في؟ اليوم ريشيت كوينيني بلك عجلي. ما هيدا هو هيدا الكرسي كثير بتلقلي. مش عندك كرسي جنبي يعني؟ ايدي اجلك على الارض. خلينا نحس بأشياء غير شكل شيء مهضومة. مهضومة كثير. من زين احس شو بقى كرسي؟ شباب في ماي؟ حدا عنده ماي؟ Yeah. Sorry guys. Il n'y a pas d'appui. Madame, ليه ما عم تسميها شرق افريقيا؟ شو هي؟ كفايه عم تفسر السيركونسكريبسيون، قلت افريقيا ما عدا هي شرق افريقيا والجنوب. انا شو غير سيء ما راح بين على الكاميرا بس حضر لهم. بس اسود شو المكسب يعني؟ وقت شفته للويب سايت وقت شفته ارجع فهمت شو الهدف منه. بقى كيف بدي افهم المكسب يعني؟ لا ولا شو في مجال له صار بالارض ساعه ما هالكرسي كل تك عم تنقزنا فرد نقزه فينا نقف. انا بالنسبه لي الماده هي وجودها تنقدر نحن نفوت بهذا العمل بهذا العمل. شفت الحبة الزرقاء وبتعمل شو صار؟ قلت له خليني اقف. شفت الحبة الزرقاء يلا رح اختنق خليني